Hello, grade 2. يلا ناخد مع بعض unit 5. Lesson 4. التايتل بتاعنا العنوان بريك بريك، واحنا عارفين ان بريك يعني راحة او ريست. Read and answer. Read and answer. اقرأ واجب. يلا نشوف. هدير، would you like some oranges? نورة، yes please. هند، I would like some milk. سلمى، I want some cola. أحلام، I want some milk. زينب، please I want some cheese. The man، there is not any cheese in the canteen. معنى الكونفرزيشن بتاعتي، احنا عندنا الباسج دي عبارة عن بعض الاشخاص بيتكلموا مع بعض. اول حد عندي هدير، هدير بتقول would you like some oranges، هل انت تريد بعض البرتقال؟ نورة ردت عليها وقالت لها yes please، يعني نعم لو سمحتي او من فضلك. هند، I would like some milk. هند قالت انا اريد بعض الملك الحليب. سلمى ردت وقالت I want some cola، انا عايزة بعض الكولا، انتوا عارفين حاجة ساقعة الكوكاكولا. احلام قالت I want some milk، هي تريد او هي قالت عن نفسها انها تريد بعض الحليب. زينب، please I want some cheese. يبقى زينب قالت ان هي عايزة بعض الجبن. زمان رد عليها وقال لها there isn't او is not any cheese in the canteen، لا يوجد اي جبن في الكانتين. مارك، ترو اور فولس، ضع صح ام خطأ. نمبر 1، زينب would like some milk and cheese. فولس، زينب ما كانتش بتقول ان هي عايزة لبن وجبن، يبقى غلط. Number 2، نورة would like some oranges. يلا نبص كده عند نورة مكتوب ايه. فعلا هي كانت عايزة بعض البرتقال، يبقى الاجابة عندي صح. True. Number 3، there is some cheese in the canteen. يوجد بعض الجبن في الكانتين. احنا متفقين في الجملة بتاعتي فوق، the man قال لها ايه؟ there is not any cheese in the canteen، تبقى false، غلط. Number 4، احلام wants some milk. احلام تريد بعض الملك. لقينا احلام مكتوب جنبها فعلا want some milk، يبقى صح.